مساء الخير، مساء الحب والبهجة على كل مشاهدينا. حلقة جديدة ومن يجدها يا رب دايما في أحسن حال وأحسن صحة. دايما بنكون مبسوطين لما لقائنا بيتجدد مع حضراتكم كل ثلاث وخميس، لكن حلقة النهاردة حلقة استثنائية جدا بمناسبة مرور 17 سنة على سي تي في. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل مشاهدينا واللي بيتابعونا من كل أنحاء العالم طيبين، دايما في صحة جيدة. دايما بنحاول على قد ما نقدر نقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد. دايما بنكون حريصين ان احنا نقدم لكم اللي انتوا عاوزينه واللي انتوا دايما بتطلبوه، وان خدمتنا دايما تفضل مستمره من ساعه ما ابتدى الارخن ربنا ينايح روحه الدكتور ثروت باسيلي، وطبعا بمباركه قداسه البابا يعني ربنا ينايح روحه البابا شنوده الثالث. ودايما بنسمع اللوجو بتاعنا بصوت قداسه البابا مثلث الرحمات ربنا موجود، ومن بعده طبعا مستر ايليا و أستاذ جورج وأستاذة نفين وأستاذة منى، بقدم لهم يعني كل التحية وكل التقدير، وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين ودايما دايما في أحسن حال وأحسن صحة. وبقول لكل العاملين في قناة سي تي في واللي ورا الكاميرات واللي دايما معانا وفي الإدارة كلها كل سنة وانتم طيبين. والنهاردة عشان حلقة استثنائية وعشان مرور 17 سنة معايا يعني النص الثاني، هي يعني ميرفت كانت لازم تكون موجودة معانا. أهلا بيك يا ميرفت وكل سنة طيبة. أهلا بيك يا نانسي، كل سنة وانت طيبة، ومبسوطة جدا ان احنا في حلقة احتفالية الحقيقة، حلقة غير عادية نكون مع بعض في الحلقة دي، لان بالفعل بيكون ليها روح تاني. بس خليني في البداية ارحب بالسادة المشاهدين، كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وسي تي في طيبة وعطاء مستمر ومحبة. والحقيقة مش بس احنا، لكن احنا يمكن اللي بنظهر قدام حضراتكم على الشاشة نانسي وانا وكل المذيعين الزملاء، لكن الحقيقة ورا كل ده خلية من النحل. ورانا طبعا من المخرجين ومساعدين المخرج، مساعدين المخرج ومصورين وفنيين، لحد عامل البوفيه وعامل الأمن. الحقيقة الناس كلها هنا حقيقة بتشتغل يا نانسي بمحبة، بأمان، عارفة بإخلاص. أيوه. الكل هنا بيحب بعض، الكل هنا بيتفانى في شغله. ليه؟ لأن دي رسالة لازم توصل، ورسالة كلها محبة توصل لبيوتنا كلنا الحقيقة. صحيح. فالسي تي في بنقولها كل سنة وانت طيبة، وطبعا طبعا مش هننسى أبدا دكتور ثروت باسيلي الأرخن المتنيح. دكتور ثروت باسيلي حقيقة هو اللي رمى البذرة، و 17 سنة كانت انطلاق العملاقة سي تي في. والحقيقة سي تي في زي ما قداسة البابا كان دايما يقول، قداسة البابا شنودة، هي ابتدت واتولدت عملاقة وهتفضل عملاقة. فإحنا النهاردة فاكرينه بكل خير وتحية ليه، واثقين إنه بيصلي لنا في السماء، واثقين إن هو شايفنا ومبسوط بينا. ومن بعده طبعا أبنائه بيكملوا المسيرة، أستاذ إيليا وأستاذ جورج ومدام نيفين مدام منى، بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين ودايما منورين بيوتنا بقناة سي تي في، وتكملوا المسيرة الحلوة. كل سنة طيبة ميرفت. كل سنة وانت طيبة. ويا رب سنة جديدة سعيدة في سي تي في، ودايما على قد ما نقدر نحاول نوصل للمشاهدين خدمتنا. واكتر حاجه دايما بتميز سي تي في المحبه، زي ما انت كنتي بتقولي يعني، واحنا جايين اصلا نشتغل، هي مش فكره انا رايحه شغل وخلاص، انا رايحه حاسه ان انا مبسوطه. الناس اللي حواليا كلهم رغم ضغوط الحياه والضغوط اللي بتبقى موجوده، لكن فعلا مجرد ان احنا دخلنا المبنى ودخلنا سي تي في بتحس ان انت مبسوطه، بتحس ان انت بتقدمي حاجه مميزه. ودايما كانت سي تي في حريصة في الأول مش إن هي بس تكون بتخدم الأقباط أو المسيحيين فقط، لكن بقى عندنا دلوقتي برامج كتير، برامج متعددة، عندنا كمان فكرة الأخبار والأحداث الاقتصادية والأحداث السياسية اللي بتحصل على مستوى العالم. دايما المصداقية نكون دايما، ومن زمان يعني من قبل ما نشتغل كمان هنا في سي تي في، وقبل ما يكون ليا يعني الحظ في كده، دايما كنا ناخد المعلومة الصح، نقول سي تي في هي اللي هتقول لنا المعلومة الصح. حقيقة تبان في النور. بالظبط. في النور. في النور. حقيقة تبان. وطبعا الصبح بيبقى معانا برضو يعني في النور، أو صباح النور بنبدأ بيه يومنا جميل. يعني سي تي في موجودة في كل بيت الحقيقة، مش لو بتكلم بس عن سي تي في الموجودة في بيوت المسيحيين، لكن
لكن سي تي في بقت موجوده في بيوتنا كلنا. لو ما كنتش ببالغ يعني على مستوى العالم فعلا. ليه نانسي؟ هقول لك انا ليه. لانها بتقدم عارفه طبق السلطه الجميل اللي فيه انواع كتيره وفيه فيتامينات كتيره قوي. هي بتدي برامج مختلفه، برامج كتيره متنوعه، يعني للطفل، للشاب، للمراه، للاسره، لبرامج الصبح يعتبر برامج برامج الطبخ كمان بقى عندنا فهي فعلا علشان لا عندنا برامج كتير. وحابه اقول لكل مشاهدينا الارقام دايما بتظهر على الشاشه، حابين نسمع صوتكم، حابين نعايد عليكم وتعايدوا علينا، قولوا لنا سي تي في بتمثل لكم ايه في حياتكم، وازاي قناه سي تي في غيرت في كتير، ونصايح كتير ممكن نكون بنقدمها من غير ما نكون احنا يعني قاصدين، سواء بقى كانت يعني حلقات مميزه كنا خرجنا بيها في من يجدها. كلمونا، الارقام دايما بتظهر على الشاشه. ايه رايك ناخد نستقبل اول تليفون الحقيقه وضيفه مميزه جدا بالنسبه لبرنامج من يجدها واكتر من مره الحقيقه، ونسعد جدا بوجودها معانا دايما. معانا دكتور ساميه ادري، استاذه علم الاجتماع جامعه عين شمس، والفائزه بجائزه الدوله للتفوق. الو. ايوه دكتور ساميه، اهلا بحضرتك. ايوه الو، حضرتك سامعاني؟ لا انا الصوت واطي جدا. طب نحاول نقف في مكان احسن. لا كده كويس كده تمام. طب اولا انا برحب بحضرتك في حلقه استثنائيه، حلقه احتفاليه في عمر قناه سي تي في ال 17، والحقيقه دايما حضرتك بتكوني ضيفه عزيزه جدا، وما ننساش الحلقه الرائعه اللي كنتي معانا فيها بعد ما حصلتي على الجائزه. فالنهارده وحضرتك يمكن عندك بحر من الخبره في مجال المرأة، نعرف من حضرتك دور سي تي في حضرتك شايفاه في للمرأة بالأخص، والدور التوعوي والدور اللي بتقدمه لكل امرأة النهاردة حضرتك شايفاه ازاي؟ أولا كل سنة وسي تي في طيبة وحضرتك وعقبال 100 سنة. كل سنة وحضراتكم كلكم طيبين ودايما كده في تألق، لأن قناة سي تي في من القنوات الحقيقة المهمة جدا، القنوات المسيحية المهمة جدا في تاريخ القنوات يعني. وطبعا برامج المرأة بالتحديد، برامج المرأة بالتحديد من البرامج المهمة جدا اللي بتوعي ربات البيوت. والحقيقة اللي بيسعدني جدا ان قناة سي تي في من القنوات الأكثر مشاهدة وخصوصا بين النساء، لأن مواعيد بس برامجها الخاصة بالمرأة مناسبة جدا لعدد كبير من النساء وخصوصا ستات البيوت اللي هم في أمس الحاجة إلى التوعية. صحيح. طبعا دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، وأنا ببقى سعيدة جدا لما تتاح لي فرصة أن أنا أشوف برامج المرأة في قناتكم، في قناة سي تي في الجميلة، ببقى مبسوطة جدا. وطبعا أنا بشكركم على الحلقة المهمة المهمة بالنسبة لي على الأقل، لأن هي كانت حلقة الحقيقة أنا يعني سعدت بيها جدا، وإحنا كمان سعدنا بيها جدا. إن إحنا قناة زي سي تي في تبرز أكاديميات، يعني أنا مش بشتغل في المجال العام، ولكن لكن الأكاديميات كمان، وإنها تقدم نماذج للنساء ممكن يعني من خلال مسيرة حياتهم تقدر إنها تقدم حاجة للمرأة وتوعية للمرأة، فده كان حقيقة حاجة مهمة جدا. يعني أنا بهنيكم ودايما في نجاح ودايما في تألق ودايما في التركيز على القضايا المرأة بشكل عام، مش بس النماذج النسائية اللي موجودات في المجتمع، ولكن على المرأة بشكل عام، لأن احنا في أمس الحاجة لده. دكتور سامي، يعني في سؤال دايما بيجي في اذهان كتير، وبما ان حضرتك استاذ علم الاجتماع يعني وغنيه عن التعريف، وفعلا الحلقه كانت حلقه مميزه بوجود حضرتك، لكن خلينا نقول ان كل سيده دايما بيبقى جواها يعني عايزه تبقى ناجحه، عايزه تبقى يعني متفوقه، عايزه يبقى عندها احلام وطموحات كتير جدا، لكن بتيجي في نقطه وتبقى خايفه، انا ازاي هعمل كل الكلام ده وانا عندي اسره، عندي اولاد؟ طب انا لو اشتغلت على نفسي واديت وقت لعلمي او اديت وقت للحاجه اللي انا بحبها، هل ده مش هياثر على ولادي، مش هياثر على عيلتي؟ فحضرتك تقول لهم ايه النهارده يا دكتور؟ اطلاقا اطلاقا، واعتقد ان انا في الحلقه اللي عملتوها معايا انا اكدت على ده، اكدت على ان الحياه المنظمه
والست المنظمة تقدر تبقى قدوة لولادها أولا، وتقدر تبقى قدوة لنساء كثيرات في المجتمع. أنا رأيي أن النظام وترتيب الحياة وإدارة الوقت ده من أهم المهارات اللي على المرأة أنها تعملها. والحقيقة أنا بلاحظ دوت عند المرأة المصرية، حتى المرأة البسيطة، لأنها أول من يستيقظ في اليوم وآخر من ينام، وبالتالي عندها متسع من الوقت أنها تنظم حياتها، وهي فعلا بتعمل كده. وإحنا بناخد مثال ده من المرأة الفلاحة، الفلاحة المصرية، تاريخيا وأنيا وفي كل وقت، إزاي الست الفلاحة بتصحى مع الفجر وإزاي بتنظم بيتها وحياتها، وبعدين تطلع للغيط وبعدين ترجع للبيت وبعدين تقعد مع أولادها. فإحنا بناخد نموذج المرأة الفلاحة ده اللي أكدت عليه حتى الدراسات، مش بس مجرد إن إحنا بناخده من الميديا أو من الدراما، ولكن بناخده حتى من التاريخ. التاريخ قال لنا أن المرأة المصرية عندها القدرة على إدارة الوقت بشكل يعني واضح جدا. وبالتالي إحنا علينا أن إحنا ناخد نماذج حتى من النساء البسيطات دول. وأنا قلت أن أنا كنت بعمل ده في حياتي، يعني كنت ولا زلت، وإذا ربنا اداني عمر تاني أعتقد أن أنا مش هتخلى عن هذا المبدأ، مبدأ نظام في الحياة وإدارة الوقت بمهارة. أعتقد أن ده قيمة كبيرة لازم كلنا نتعلمها. أكيد. بشكرك جدا بجد يا دكتور على مداخلتك الجميلة وعلى معايدتك بجد، وشكرا على النصائح الغالية اللي دايما حضرتك بتقدمها لنا. كان معانا على الهاتف دكتور سامية أدري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس والفائزة بجائزة الدولة للتفوق. إيه ميرفت؟ إيه نانسي؟ عايزين مداخلات، عايزين نعايد على الناس ويعايدوا علينا. حسيني يا نانسي وأنت كمان صدقيني، يعني عارفة المناقشة معاكي كده وقت الحلقة مفتقداكي جدا يا ميرفت. أكيد أنت مفتقداني صح؟ أكيد، يعني مش قوي بس على طول كده صريحة. طب جامليني طيب، يعني حتى مرة واحدة هو بقى كل فين وفين. طب أعمل إيه بس يا نانسي؟ مش بعض. لا صدقيني بجد وحشاني، وحشني النقاش معاكي والحوار والمناقشة الحلوة اللي دايما بتبقى بيننا. عاملة إيه من غير؟ انا مش عارفه ايه، بتبقي حزينه مش عارفه اعيش. على فكره احنا ممكن يكون فعلا بعدنا عن بعض قدام الكاميرا، لكن صحيح. حقيقي احنا ورا الكاميرا زي ما احنا اصحاب بنتكلم ونسال على بعض دايما. اي حد فينا بيحتاج اي حاجه بيرجع على طول لحبيبه، يعني اللي دايما معاه. انت بتكلمي ميرفت قوي. لا طب ايه رايكم ما تكلمونا بقى، يعني احنا فاتحين التليفونات اللي بتظهر قدام حضراتكم على الشاشه. اي حد حابب يهني سي تي في، اي حد حابب يقول كلمه في يوم الحقيقه في احتفاليه وحلقه احتفاليه بعد مرور 17 سنه من العطاء، معانا استاذ اشرف من المنوفيه. الو استاذ اشرف، مساء الخير. اهلا بحضرتك، مساء النور. اهلا بحضرتك، اهلا استاذه ميرفت استاذه نانسي. اهلا بيك. كنت عايز اعيد على حضراتكم وقناه كل سنه وحضرتك طيب ودايما بصحه جيده وحضرتك طيبه. صدقيني عايز اقول حاجه، قناه سي تي في قناه ممتازه وقناه ما اقدرش استغنى عنها في جميع المناسبات، في الاعياد، كل حاجه بنشوفها على طول. طب قولي ايه اكتر البرامج المميزه اللي انت دايما بتكون يعني مش لازم تقول من يجدها، انا بغششك يعني مش لازم من يجدها، لكن ايه اكتر البرامج المميزه اللي انت بتكون حريص ان انت تتابعها بشكل يومي وبطريقه مستمره؟ يعني اولا بالصبح نقدرش من الناس ما نفتح نشوف اخبار كنيستنا، اخبار خلاص البابا، برنامج صباح النور. تاني حاجه برنامج حلو قوي عاملينه، او خدمه زي ما تقولوا تبرع للكلى، اي حاجه خدمه انسانيه. انا من حوالي سنتين جيت القناه وعملت تبرع، يعني كان لاخويا، والحمد لله القناه وجدت لي حد اتصل من مشاهده القناه واتصل وعملت العمليه لاخويا. طب الحمد لله، يعني الف سلامه عليه والحمد لله على سلامته. الله يسلمك. الحقيقه احنا بنشكرك بجد يا استاذ اشرف على مداخلتك وعلى معايدتك لينا. معانا مين تاني ميرفت؟ معانا استاذه اريني من الجيزه. الو استاذه اريني. الو ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيبه. يا رب يخليك حبيبتي، انت طيبه. النهارده في عيد ميلاد القناه سي تي في 17، تقولي لنا ايه النهارده؟ سي تي في بتمثل لك ايه؟ انا احب اعيد عليك يا حبيبتي الاول،
كل سنة وانتوا طيبين. وحضرتك طيب. ونشكركم ان انتوا بتعلمونا حاجات حلوة خالص. يعني حاجات حلوة خالص انتوا بتعرضوها. ولما يكون في اخبار بنستنى النشرة بالليل على سيتي فيش نتأكد منها. اوكي. بتتفرجي على من يجدها؟ وصلاح النور الصبح وفي الحقيقه صباح الفل كل حاجه. المهم من يجدها بتشوفيها ولا لا؟ اكتر حاجه بتحبها هي كمان فتره الافلام الدينيه. طبعا طبعا كلنا على فكره الافلام الدينيه من اكتر الحاجات المميزه. الساعه 4 خلاص. الساعه 4 تمام. بشكرك يا ايريني. كل سنه وانت طيبه. بصي متشاف 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 جدا خلاص طمنتي. لا هي كمان عارفه الفيلم فعلا ناس كتيره قوي تيجي تقول لي هو الفيلم فين. عارفه لو يوم بقى ما جاش ولا غيرنا الميعاد او اتاخر شويه تلاقي كله بيسال. فعلا اللي بيميز قناه سي تي في طبعا بكل برامجها المختلفه لكن الفيلم بيفرق جدا جدا مع الناس وبالاخص في المهجر. يعني ناس كتيره وبعض الاباء بيقولوا يا جماعه احنا اولادنا هناك الفيلم ده بيفرق معهم جدا لان بيعرفوا كتير عن بيعرفوا كتير عن القديسين. معنا مين يا نانسي؟ معنا استاذ جمال من القاهره. اهلا بيك يا استاذ جمال. مساء الخير. مساء الفل. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضراتكم طيبين. زيكم عاملين ايه؟ احنا كويسين. حضرتك عامل ايه؟ تمام. قول لنا سي تي في بتمثل لك ايه بقى وبتتفرج على ايه؟ احكي لنا شويه. انا اولا ضيف عندكم على طول وجيت مع حضرتك. اهلا بيك. وعملت معاكم حلقتين. اهلا بيك. نورت سي تي في. كبار السن المسنين ومره ثانيه عن مريض الزهايمر. ايوه افتكرت حضرتك عملت معانا حلقتين متميزتين. بالحقيقه وبقدم كمان حلقات قراءات يوميه. ايوه بالليل مع المعده استاذه الهام صبري. يعني الحمد لله الحلقة بصراحة جميلة وقناة جميلة جدا. وإحنا دايما بنستفيد من حضرتك ومن معلوماتك ومن خبراتك اللي دايما بتديها لنا. هل في موضوعات معينة حضرتك حابب أن أنت تتكلم فيها أكتر أو نتكلم إحنا كمان فيها أكتر تساعدنا فيها؟ طبعا البرنامج ده بصراحة بيعجبني جدا وأنا متابعه على طول وأول مرة أعمل مداخلة فيه. بس أنا زي ما قلت لحضرتك إن أنا عملت بحلقتين بس. أنتوا بتهتموا بالمواضيع المهمة جدا اللي هي تخص الأسرة والمجتمع. بيعجبني جدا إن كنتوا بتختاروا المواضيع الشيقة جدا بتناسب المجتمع وبتناسب الحياة اللي إحنا عايشين فيها. على راسي كلام حضرتك وكل الشكر ليك بجد أستاذ جمال على المداخلة وعلى المعادة الرقيقة والجميلة دي. شكرا ليك جدا. خلي بالك انا ضيفتك النهارده. طب ابتدي اسالك يعني ولا اعمل ايه؟ لا انا ضيفه. حابه نتكلم في ايه؟ انا ضيفه تكرميني مش باسئله. انت عايزه تشربي حاجه؟ ينفع؟ تجاه تاكلي ولا ايه؟ ينفع؟ لا الحقيقه ميرفت هيكون معانا فقرات بقى او فقره بس هي الفقره دي هتكون مميزه جدا. قولي لنا كده هتكون الفقره معانا فيها ايه ولا هنتكلم عن ايه؟ بقول لك انا ضيفتي. ما انت ضيفتي بس يعني ما انت ايه المشكله تكوني ضيفتي وتبقي عارفه احنا هنعمل ايه؟ بجد؟ لا بصي يا نانسي من اكتر الفقرات المحببه لقلبي انا وانت طبعا لما بنشوف ضيوف فعلا عارفه حد ليه كده رحله نجاح. صحيح. وقصه كفاح كبيره وحتى لو هو عنده اعاقه معينه لكن هو قدر يتخطى كل الصعاب اللي قدامه. فالنهارده الحقيقه معانا اتنين نماذج من الشباب الصغير اللي فعلا احدى واحده منهم كانت هي من ذوي الهمم وليها دور كبير قوي وخدت بطولات. ومعانا طبعا اصغر نجاره. انا منتظره الفقره بصراحه. انا مبسوطه بتاعت النجاره دي. انا مبسوطه كمان. من الاثنين. ليه بقى؟ لان ما فيش حاجه اسمها اعاقه. الاعاقه بتبقى في التفكير. يعني احنا اللي بنخلي نفسنا بنعيق نفسنا. ما فيش حاجه اسمها كده. ففكره اني ودايما بنتكلم كده واكيد انت برضو في حلقاتك وانا في حلقاتي بنتكلم دايما اني ما فيش حاجه تقف قدام اي ست. احنا منطلقين وهنفضل منطلقين ودايما بنحاول على قد ما نقدر في البرنامج ان احنا ندي بعض النصايح حتى لو بسيطه. نقول قد ايه فكره ان احنا نفكر بره الصندوق. ما فيش حاجه توقفنا. حاولي قومي
امي اشتغلي اعملي كل اللي نفسك فيه. الحقيقه الاراده الست دايما اقول عندها اراده فولاذيه. خلي بالك لما بتبقى عايزه تعمل حاجه بتعملها. صحيح، ما عندهاش حاجه فعلا زي ما انت بتقولي ما فيش عائق بيقف قدامها. ففعلا اطلعي لنا في فاصل فقراتها تبقى مميزه جدا، لكن خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا.